في سوريا دخل وفد من الأمم المتحدة لأول مرة إلى داريا بعد سماح قوات النظام السوري له بمعاينة الأوضاع الإنسانية هناك، كما تقدم وفد آخر مع قافلة إنسانية لإيصال مساعدات إنسانية لبلدات في الغوطة الشرقية. هذا وتعاني المدينة انعداما تاما في المواد الطبية والغذائية جراء الحصار، وقد شهدت قصفا مكثفا بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام خلف دمارا في أجزاء كبيرة منها. من دمشق معي فراس الخطيب الناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين السوريين في سوريا. مساء الخير، أهلا بك معنا. هل ممكن أن نعرف تفاصيل إضافية عن المساعدات هذه التي قدمتها الأمم المتحدة للغوطة الشرقية خلال يومين الماضيين؟ محتوى هذه المساعدات، ما الذي تشمل؟ تشمل مساعدات غذائية طبية أيضا لمن بحاجة، ولكم؟ عن أي رقم نتحدث غطته هذه المساعدات؟ تفضل. تأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات التي ابتدأت في بداية هذا العام، وقد استطعنا لغاية البارحة أو فجر هذا اليوم من الوصول إلى أكثر من 460 ألف شخص في مناطق محاصرة منها ريف دمشق. فالبلدات الثلاث في الغوطة الشرقية هي جسرين، عين ترمة وكفر بطنة، واستطعنا الوصول إلى حوالي 22 ألف شخص يعيشون هناك بطحين مواد غذائية متنوعة، أدوات مطبخ، أدوات صحية، مواد تنظيف، وإلى ما هنالك من مواد إغاثية. وأيضا تشمل هذه المنطقة سبع قرى يعني تابعة لمنطقة عين ترمة وكفر بطنة في الغوطة الشرقية، وهناك خلال اليومين القادمين إن شاء الله حيكون في دفعة ثانية لكي نصل إلى باقي القرى السبعة، وهي بيت سوى، حجلة، صقبة، وحموريا. هناك المستفيدون 30 ألفا. نعم، في انعدام تام، تحدثنا ببلدات عديدة بالغوطة الشرقية في انعدام تام لديها من المواد الطبية. لم أنتبه ولكن لا أعتقد بأنك ذكرت بأنه من ضمن المواد التي قدمت الإسعافات الطبية، أم أنها قدمت؟ البارحة لم يكن ضمن هذه القافلة مواد طبية، ولكن الموضوع الطبي هو قيد الدرس، ونأمل أن يتم أولا تقييم قيد الدرس. لماذا قيد الدرس؟ لأن يعني يجب تقييم الاحتياجات لكل هذه المناطق والعمل على إجلاء الحالات الطبية المستعجلة والحرجة، كما أيضا يجب إدخال مساعدات، ومثل ما تمكننا سابقا من في بلودان وزبداني كفرة والفوعة من إدخال عيادات متنقلة أيضا وإجلاء مصابين من كل الأطراف لخارج البلاد. كيف كان وضع هؤلاء الذين تمكنتم من الوصول إليهم سيد فراس؟ يعني اليوم عندما نتحدث عن إيصال مساعدات ل 22 ألف شخص، ما الأحاديث التي وصلتكم من الداخل؟ كيف أوضاع هؤلاء؟ استطاع فريقنا في الواقع من التحدث إلى بعض الأطفال، بعض الأهالي في منطقة المستودعات التي عادة ما نصل بها إلى بالمواد الأساسية الإغاثية. نعم. وقد لاحظ يعني موظفينا أن هناك تحسن، هناك حرية في الخروج، وفي حتى يعني في اللعب في الشارع بالنسبة للأطفال، لعب كرة القدم. نعم. حتى هناك سمعنا عن أعراس تقام نتيجة للاستفادة من عملية وقف إطلاق النار. شكرا لك فراس الخطيب الناطق الرسمي باسم مفوضية اللاجئين السوريين في سوريا.